فقرته الثانية يسأل يقول: ما أبرز حقوق الوالدين، وهل تختلف الأم عن الأب؟ حقوق الوالدين البر بهما والإحسان إليهما والرحمة بهما، خصوصا إذا كبرا، وتوفير حوائجهما والتلطف معهما بالقول وعدم رفع الصوت عليهما والإنفاق عليهما. حقوق الوالدين عظيمة، ولا شك أن حق الأم آكد، لأنها حملت وأرضعت ووضعت وأرضعت وربت طفلها وهو صغير، فهي صبرت عليه، فهي آكد من الأب في البر. كل منهما يجب له البر، ولكن الأم حقها آكد وحقها أكثر من حق الوالد، لما تقاسيه مع حملها وولادتها وإرضاعها وعولها للطفل الصغير في ملابسه، في تطهيره من النجاسة، في غير ذلك من أموره. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قال: من أبر يا رسول الله، أو من أحق الناس بصحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فجعل للأم ثلاث مرات وللأب مرة واحدة. نعم.